كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وسعينا للعمل تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وبين العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى الأولى. عباقرة عزول ماتت عزول ماتت تاني ماتت ايه موت حيلك هنا احنا قعد اليوم كله بيطق بيشق 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 هنا هذا عباقرة شيرين في اللعبة ذات مين سمع يا حلي إلى الزمان يا حلي إلى الزمان زمان كتر علي ما غستو وحسر الشبابي وحسر الشبابي الليلة يوم عرستو فضيلة يا فضيلة القصيرة معك طويلة يا القطن قصيرة تيلة القطن قصيرة تيلة القطن قصيرة تيلة يا أحليلك يا فضيلة لكن هذا فضيلة جهدنا معك الطويلة قاعدين في النيلة بتأكل النيلة سمعك بالدوبي أكيد الدوبي ده فيني أنا لا لا مو فيك ده في الصبرة والصبر بيقولوا فوق دوبي كيف هذا خاصة كمان بقيت الصبر اقول قد ما دردمه كذي ومجيح ومجهجها ومجهجها حياته يا كيف بقول فيها شعر ناس قالوا شعر في الورى في 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 ابو الدنان كله قالوا في شعر انا كان نبع فضيل ايوه كيف ده كلامك والله فضيل انت بقيت ما رومانسي انا اخوك انت بقيت شنو؟ ما رومانسي انا ما رومانسي؟ هيا كيف يعني ما رومانسي؟ عديل كذي زمان افضل ساعة الخطوبة بتقول لي كلام سمح هسه كان قلت لك كلام ساكت تشب لي في حلقي وتكارك فوقي ايوه ما انت قايله هنا فضيلة اذا كان على انه يعني انا اوريك الفرق بين الحب والزواج الفرق شنو افضل؟ انا اقول لك الحب ده شفت زي النجوم ديل في السماء سمحات ولامعات وتقول كنت تطير عيونك وتقهي وتصنع ده الحب انت في صنقيعه كذا يلين فيك حير يطقك لما ظفرك ده يطير وتحس بالويح هنا وتطير فوق وتجي واقع عليك قدومك وقدومك مالي تراب عارف ده شنو؟ ده شنو؟ ده الزواج ما قلت لك افضل بقيت مع رومانسي ولا عندك علاقه بالرومانسيه والله افضل النسوان كلهم رجالهم بيقول لهم كلام حلو وبيشتري لهم هدايا بيجيبوا لهم دباديب ومناديل الا انت انا اخوك انت جابت لها دباديب ومناديل يا زولة يعني هش انا بعد كبري ده امشي للبوتيك اقول له داير لي دبدوب ايه يعني حتجيب لي دبدوب افضل اقول لك كلام ليك علي باكر من الصباح يكون معاك هنا حتجيب لي يعني الدبدوب ايه لا لا انا بجيب لك دب حقيقي يقول شيك ويقرش عظامك ويجي مارق على السهله لا حول ولا قوه خلينا الشاي جاهز مارقين ما قلت لك ما رومانسي الله يبقى ما هو يا أخو هلا هلا دخلي يا صبر أخوي كلامك ده غلط في ساسه لي راسه هلا بليد انت يا أخي بليد البليد شنو بليد؟ ما أنا غازول بليد أسي بلعب بليد هاي ما بلعب كلهم غالبين لك دي بلادتك دي ما لكن ما بليد ما تقول لي بليد هزول واحمق كمان اها اي احمق هزول وبليد لكن ما بلد منك ما بلد منك لكن حماقتك دي بتضيع هزول اقول لك كلام احمق ما لك البلول في شنو؟ انت شايف اوريك حاجه بقيت تتنهر فيني انت ما لك عامله في شنو؟ ما لك البلول يا اخي كل ما مره بتجي تتحاقر علي غلبك تتحاقر ما لك لا صمتك كف ما بتقدر ما بتقدر منو ما بيقدر ما انت ما بتقدر اوه يعني في وشك الواحد ده بطقك كده هسع تحيوان انا والله اريد مرتك في الجنايه انا بحترمك مرات بحترمك ما تمد ايدك وانا عشان ما احترمك اها مدد يا سيدي تسوي شيء يعني بجيب عمل المجال نشوف رايي شنو لا انتوا طوالي في الحاله دي يعني طوالي في حاله شغل
الصالون ده شقق بشكلكم ده يا اخي. انتوا شنو انتوا ما بتحسوا؟ طوال صوتكم مرتفع، جيراننا شكوا منكم يا اخي. اي حاجه صغيره كبيره دارتن نناكفوا فيها. يا اخي عنينا الزول ده بليد. انا بليد؟ انا بليد؟ بليد انا البلوله؟ يا مليوه براحه براحه، بليد في شنو؟ احكي لك يا مجيد. الزول ده قلت له يا مليوه اخوي انت ما عندك اوتوكيت. قال لي لا السيراميك سمح وسريع في التنظيف. قمت ضحكت قام نبزني. عليك ما 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 سمح وسهل في المسح؟ سهل. هاي السيراميك سهل في المسح. بعدين نوريك بناته. جيت انا خاش الاوضه لقيته لك لايس في الاوضه، لايس لايس لايس. البلوله مالك؟ قلت له زي شنو؟ قال لي كايزر ريموت. المشكله وين انت عارف؟ وقت بيتكلم معي بيوطي فيه صوت التلفزيون بالريموت؟ بالريموت هاي. هاي ما عشان اوريك حاجه زي في الازعاج والجوطه ما بده يركز. دي حقيقه. هاي؟ دي حقيقه. ايوه دي حقيقه. ايوه لا ده ذكاء. الله يكرمك. ده ذكاء خارق. الله يكرمك يا اخي. جد والله ذكاء. الله يكرمك. الله يكرمك. ما بالك ذكي خلاص انا حلعب نسكة مني انا ما في ذاك. انت في ظل وين؟ في ظل ده انا في ظل ده ما جاي علينا الليله. ما قال جاي؟ قال لي جاي. قال لي جاي. كلم لقاك يعني؟ لقاني قال لي جاي. لكن قال لك جاي بيجي. بيجي ده مع زمن ذاته بيجي بعد ده. اي ما تعملوا ثلاثة. اه ثلاثة. ثلاثة ثلاثة. لا لا ده دار اللبن. لا لا عايز بلا مشاكل. بس خلاص بلا مشاكل. انا اللبن. منو؟ خلاص انت تلعب فيه هنا لعبي؟ يودوها كده خلاص. مالك مجد يا اخي؟ ما خلاص كده. ما خلاص خلينا نجيبها ثلاثة مالك؟ هجيبها خلاص. هاي جيبها ثلاثة. والله دار مشاكل انت برضه. فضيلة. يا فضيلة. 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 هاي. بسم الله مالك يا زول في شنو؟ مهمومة. مهمومة ازدهار. مهمومة مالك يا زول في شنو خير؟ مهمومة. مهمومة كم تقيل. مالك حصل؟ فضيل كويس؟ في مصيبة حصل. مصيبة شنو يا زول ما تقولي؟ مصيبة كبيرة ازدهار. في زول مات؟ طيب في شنو ما تتكلمي؟ فضيل بقى معي ما رومانسي. يا اخي عليك الله التليفزيون ما جاد ده، شنو في ظل بقى معي ما رومانسي؟ يعني شنو بقى معك ما رومانسي؟ هسه دي ما مصيبه. يعني هسه المصيبه اللي مخليك مكشره وشي؟ ايوه. وبعدين يا تيوم الرجال قاعد يكونوا رومانسيين، ما هو طبيعه انه واحد. كل الرجال ده البنو ما في ظل البرا. لا لا، في ظل ده زمان قبل العرس كان معي رومانسي، الا هسه بقى ما رومانسي. قلت يا برا قبل العرس اصير هي الخطوبه وشويه شهور كده من العرس والباقي بشوف الوش الثاني، الموضوع ده عادي. انا بالنسبه لي ما عادي والله ازدهار. طيب الحل في يدك. كيفين الحقيني بيه؟ انت قايل الرومانسيه دي بتجي من الراجل براول، الموضوع ده متبادل، يعني انت ذاتك لازم يكون عندك دور في الموضوع ده يعني. كيفين يعني انا ما بخبر شيء؟ انت يا زلمه بتحضر المسلسلات؟ ما شفت الممثلات دي اللي بيسوون كيف المسلسلات دي؟ ما تبقي زيهم. النهار كله قاعده قدام التلفزيون وما بتستفيدي. بحضر لكن اسوي شنو؟ مثلا اقول لك انا. عندك فضيل. عاد فضيل ده مين يجي داخل؟ يا طويل القوام. يا شهم الرجال. يا فضيل. ويا فضيل ويا فضيل. ها ازدهار انت بتقول شعر؟ انت كون انت معانت فوق القدر ده عشان تقولي يا طويل القمام ويا شنو ويا فضيل وتغرمد في عيونك وتخطي عينك فوقه. سجميتي تحولتي ولا شنو يا فضيلة؟ هي بتحول. اسمعي هنا انا فضيلة اللي بتعرف اي حيلة. ورا قلبك عيونك واقعه حالتك بالبلا وشك مكرفس. حاصل شنو هذا؟ بل ما حاصل شنو؟ انا ما حاصل شنو ما تحمد الله انا ما بقيت اطقع بالحجار. الله هناك على الجنيت عليم فيكم اتفشى فيكم اردمكم حجار انت وجوز اللوز ديل نما تكيفوا. يا زول قول بسم الله في شنو افضل؟ هون ما في شنو؟ انا ما في شنو يا اخي؟ تجي يا اخي في بيتك داير تقيل زيك زي اي رجل في بيته تلم فيكم خطكم دي تكرهين البيت وتمرقني منه؟ مالي خطنا؟ ما معي لوين؟ ما معي لوين؟ اخر الزمن تقول لي هنا انت ما بقيت رومانسي زي زمان. ابقى على شنو؟ ابقى على شنو؟ تضحك من هنا ابو لحصاقه. ابقى على هنا رومانسي. هو الطير بعد الشركه قوضة ثاني بيشتتوا له العيش ويحاحوا عليه. افضل كان زمان كنت بتريد ريدة ما تنكر ساي، والله بتريد من قلبك. بتريد من قلبك، ساي راسك زي البخزه كذا. عاد نتكلم في الرومانسيات كمان. الله يصدقك والله. عاملين وين؟ خبرك بالرومانسيات. انت قبل يومين ما جيتني قلت لي انا بحب انتصار وما قادر اتكلم معاه، قلت لك البنات دي بالسياسه
بيجين بالسياسة عمليوة. حمش حمش هنا؟ ما شاء الله انت صار. قالت لي اهلا. قال لا ما قلت لي اسر تعي 100 جنيه مع تجار العمرة وتجار الاراضي شنو؟ وانت البلولة قال السياسة دي بس خلاص بتجيب على الصحف وبتجيب على المؤتمرات ما بتأثر في كل حاجة السياسة دي كمان. ولا عاجبني انت عاجبني انت اليوم الليلة تنط من خطوبة لخطوبة اليوم الليلة ما لقيت لك واحدة ترضى بتركيبتك العجيبة دي. انت شاغل ودايم مهم شاغل لا يتضارب وخلي يتضارب قوم يتضارب قوم لا لا والله هسا فكيته جيت لقيته نيارين في بعض خلاص داري هدو صالون ده فيهم ثبتهم كده سيبك منهم. انت فضيل ما متذكر زمان لما كنت قبل العرس والله بتذكر اليوم ده زي اللي حصل امبارح ما قال منعت اولاد الحله قال منعوا الشارع بتاع فضيله دي نهايه ما يجيبوا ما متذكر هذا ولا وصل لدرجة نحن ذاتنا مش اخوانا والله خوفنا يمنعنا ذا ربيتنا ده عديل يا زول ده خليه الدوبيت اللي كان بيقولوا ما متذكروا عليك الله فضيل انا قلت دوبيت اي ولا شو دقيقة ارجوك يا نسيم ايوه تذكروا كان بيجي وجهك الازاهر شيله وامشي على الجروف وقول لها هاك يا فضيله اي يا سلام يا اخي الراسية المقعده في مشيها تقيلة يا سلام سمح الطباع وجميلة الله يجزيك احنا كمان جلاس انت حافظها والله زي القطة امبارح ده يا جماعة ايام الشباب ايام القلب اخضر يا سلام هسه الله يمنع دار تب الحمد لله لا 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 انت لسه بتفيدها وهسه لو جاتك حمى ساكت انت بتتجهجه والله صراحة اريد من هذا افضل هاي افضل العيون هذيل ابدارا يا اخوانا اقول لكم كلام من الاخر كده الزولة دي اخوانا ما بتقبل رومانسية هي ذاتها ما بتستقبل الريسيفر حقها الرومانسية هذا مستقبلها وبرهن لكم هسه اضرب لها التليفون هسه اضرب لها التليفون اوريكم بيان بالعمل الو وينك يا حبيبه الروح يا بلسم المجروح برسليك بلا بلدوح يا شفيفه ويا لطيفه ويا ظريفه عاوزه اي حاجه اجيب لك وانا راجع للبيت لو عاوزه لبر العصفور احلب لك ممكن الاقي اسد امشي اصطاده الان واسلخ جلده واجيبه لك رايك شنو يا زهرة حياتي ويا رمانة قلبي شنو عقفني جفنوك في الحراسة شاح تضل عليك دم مقبل مالك شنو قالت لك شنو قالت لي هوي يا راجل هوي شنو بتلولي لي في الكلام وبتلفلف في المواضيع أكان عامل لك عم نقول راجل طويل زي سلك القناه كذي انا سلك القناه انا قوم اطلعوا برا نطلع وين هذول ده ديواننا عليك النبي في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى دولة